لنلقي نظرة على إغلاقات وول ستريت في جلسة الأمس بعد أن كنا سجلنا مستويات قياسية جديدة على الداو جونز في جلسة الأمس ونجح في الإغلاق على مكاسب ب20% تقريبا، ولكن تراجعات منذ مطلع الجلسة على الناسداك بضغط من أسهم بعض الماجنيفيسنت 7 وأيضا تراجعات على الأس أن بي ب13% بنهاية جلسة الأمس. تسلا كان يسجل، نلقي نظرة أولا على أسهم التكنولوجيا التي كانت أيضا ضاغطة على المؤشر ناسداك، كما ذكرنا ميتا بلاتفورمز وإنفيديا ومايكروسوفت أغلقت على تراجع في جلسة الأمس، ولكن أبل نجحت في تسجيل بعض المكاسب ب20% وكذلك ألفابت ارتفاعات ب13%. تسلا كانت تحت الضغط في جلسة الأمس على خلفية توجه كندا لفرض المزيد من الرسوم، التوقعات بفرض رسوم على السيارات الكهربائية المصنعة بالصين ب100%، هذا ضغط نزولا على سهم تسلا في جلسة الأمس وتراجعات بأكثر من 3%. أيضا راقبنا في جلسة الأمس أسهم PDD وهي شركة صينية، طبعا أسهم PDD كانت سجلت تراجعات قوية، هي الشركة المالكة لتيمو وهي منافسة لشيئن، وطبعا قالت أنه التراجعات القوية التي شاهدناها على السهم جاءت بعد أن الشركة قد قالت أنه إيرادات الربع الثاني جاءت دون التوقعات، وقالت أنه الرؤية المستقبلية غير واضحة، وبالتالي هذا ضغط نزولا على السهم، خاصة أنه أيضا تغير سلوك المستهلكين هو الذي أيضا يساهم في ضبابية الرؤية المستقبلية، وبالتالي تراجعات أفقدت السهم نحو 40 مليار دولار من قيمته السوقية. أيضا راقبنا سهم بوينغ على خلفية توجه يعني ناسا لسبيس اكس لإعادة رائدة الفضاء في يعني رائدة الفضاء إلى الأرض بعد أن يعني أصابت شركة بوينغ الستارلينك المركبة التابعة لبوينغ واجهت بعض المشاكل ولم تتمكن من إعادة رائدة الفضاء إلى الأرض. إذن بوينغ على تراجع بنحو 1%. أيضا تابعنا أسهم شركات صناعة النفط في الولايات المتحدة على خلفية المكاسب التي كنا شاهدناها على أسعار النفط في جلسة الأمس، ولاحظوا المكاسب على معظم هذه الشركات في جلسة الأمس، أكسون على مكاسب بأكثر من 2%، أوكسيدنتال مكاسب ب20%، كونوكو على مكاسب بنحو 2%، وذلك بعد أن كنا شاهدنا مكاسب على النفط إثر إعلان الحكومة الليبية في شرق البلاد عن وقف إنتاج وتصدير النفط. لنلقي نظرة على أسواق النفط، إذن ها هي الآن تعود تسجل بعض المكاسب. إذن كنا شهدنا تذبذبات في جلسة اليوم على أسعار النفط، أمس كنا سجلنا مكاسب قوية بعد هذه الأخبار، ولكن اليوم نتذبذب بين الصعود والنزول، حاليا نسجل مكاسب، إذا استمرت هذه المكاسب ستكون المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. نلقي نظرة أيضا على آسيا صباح اليوم، إذن مكاسب في معظم المؤشرات ولكن تراجعات على الكوسبي، وفي أستراليا أيضا المؤشر على تراجع، ولكن الهانكس يسجل مكاسب ب20%، نيكي والتوبكس على مكاسب صباح اليوم بعد أن كنا شاهدنا تراجعات في جلسة الأمس على خلفية قوة اليان وبالتالي تأثر أيضا شركات التصدير في اليابان بذلك. أيضا نلقي نظرة على العملات الرئيسية، كنا تابعنا الدولار، اليوم اليورو يعود ليسجل بعض المكاسب مقابل الدولار، إذن اليورو عند أعلى مستوياته مقابل الدولار في نحو عام تقريبا، الجنيه استرليني عند أعلى مستوياته بنحو عامين مقابل الدولار، والدولار اليوم يعود ليسجل بعض المكاسب مقابل الين الياباني.